الخبر الاول اللي عدنا عن برهوم المعراوي ودخوله للمستشفى. فبرهوم المعراوي نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي كان يروح بيه المستشفى، فمثل ما شايفين قدامكم مكتوب مستشفى، وبعد نزل ستوري ثاني هو من داخل المستشفى. اما اللي سأل عن السبب فبرهوم نزل هذا الستوري وشرح بيه شنو السبب. طبعا مو هو اللي راح المستشفى، انما ودى واحد من عائلته، فالله يشفي يا رب. لحطكم هذا الستوري اشوفوها. ما في شيء يا جماعة، بس القصة انه ستي اخذناها على المشفى من يومين، عملنا لها عملية واقعة عليها والحمد لله يعني مشي الحال. شلون صرتي نانا؟ احسن ايه. مشي حالك؟ حسلم عليك. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر. فأول يوتيوبر هو غيث مروان، فغيث مروان نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي يقول بيه انه اليوم راح ينزل مقطع اليوتيوب على قناته وراح يعلن بيه عن مفاجآت خرافية راح تكون موجودة. ان شاء الله ان شاء الله حيكون في تعويض. اوكي احنا نزلكم الفيديو اليوم وفي اشياء كتير، يعني بفيديو اليوم حقلكم معلومات حتصير لقدام كتير حلوة، كتير اكشن. بعتقد اترقى انت ما خصك لتكون الاسيستنت تبعي وانا مش عارف. اما اليوتيوبر الثاني فهو باريش داد، فباريش نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي يقول بيه بس يوصل حساب التيك توك للاربعة مليون متابع راح يسوي مفاجأة او يطلق مفاجأة خرافية. شوفوا الستوريات. مليون على تيك توك لما انا مالي واقف ومستمر، و كل ما اوقف شوي عم نرجع اقوى، فرح ارجع كمان اقوى. استنوا بس عم بستنى، مثل ما قلت لكم 4 مليون جاهز لكم كثير شغلات حلو، استنوا اوكي بحكم. الخبر الثالث اللي عدنا عن انجازات اليوتيوبر، فاول يوتيوبر اللي عدنا هو ابو فله، وصول قناته باليوتيوب لل10 مليون مشترك، فان شاء الله الف الف مبروك واقبال الملايين يا رب. فابو فله طبعا نزل على حسابه بالانستغرام هذول الستوريات اللي بيها ردت فعله على وصوله لل10 مليون، رابطكم اياها شوفوها. طبعا نفس الوقت نزل هذا الستوري اللي حمس بيه المتابعين للمقطع مال 10 مليون، كاتب انتظروا المقطع ولا تنسوا يا حبايب تباركوا له بالكومنتات. الخبر الرابع اللي عدنا عن اسو ليش صارت تبكي. اسو نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي تقول بيه انه هي صار لها قطع عن السوشيال ميديا فتره ولكن ما حد سال عليها، وبنفس الوقت قالت انه حينزل مقطع على اليوتيوب صار هذا تصور بيه من الصبح. على كل راح اعطيكم هذا الستوري اشوفوها. اكتشفت شغله واحده، انه ما تحبوني وما تشيلوا علي، وصار لي فترة ما مصورة وما متفاعلة عدل، بس ما حد مهتم. واني من الصبح، والله العظيم من الصبح قاعدة اصور لكم فيديو على مود اسعدكم وافرحكم، وانتو ما حيسأل علي ماشي. طبعا نفس الشيء احمد ابو روف فنزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري كاتب ليش ما حد يسال علي وين مختفي. على كل كنا منتظرين عودتكم الخرافيه. الخبر الخامس اللي عدنا عن نارين بيوتي ومقلبها بجلال بيوتي وسيدرا بيوتي. فنارين نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي سوي بيها مقلب انه تعيط عليها ومن هالكلام. اللي حاب انه يشوفها راح احط لكم اياها شوفوها. مو 100 مره قلت لك امي جهزي حالك؟ ما قلت لي بلا، والله ما قلت لي بلا. هلا باسكال انا ضبطي حالي. طيب انا شو بعمل؟ ما حدا قال لي. طيب قوم جهزي حالي. اه انتي اسكا فيك سامي توار فشت حيوانة شفتها كلبة فاو يوبي يعني انا رأسه بضربك. ها بضربك، ما تعلي صوتك علي. عيونك تحطيها بالارض حطها. حيوانة كلبة تو عليك وع اخلاقك. تطلع بسكر تو عليك تضرب انت وهالترباي الفاشلة. نعم امزح. يلا اطلع لبرا، اطلع لبرا. وقت انا بحكي كلمة لازم تتنفذ. اطلع لبرا، اطلع وسكر الباب وراك. وات وات. وصلنا هنا وصلنا هات المقطع. اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتشاركوا في هذه المقاطع مع مكتب القصص. وبس مع السلامة.